عايزين بس كده في البداية السريعة نوضح الفرق، يعني عشان في بعض أصدقائنا بيختلط عليهم الأمر وساعات بيربطوا كده بين حلقتين، يعني مفيش علاقة بينهم وبين بعض ولكن بيتدخل عليهم الأمر شوية. فاحنا سريعا كده عايزين نوضح حاجة عشان نفهم طبيعة حلقتنا. في أبراج عندها قدرة عن الاستغناء عن الناس، وفي أبراج تانية اسمها أبراج بتبيع بسهولة، ولكن الاتنين في فرق بينهم. الأبراج اللي هي بتاعت موضوع حلقتنا النهاردة اللي اسمها عندها القدرة على الاستغناء عن الآخرين، أبراج تقدر تقريبا تستغنى عن الآخرين بشكل شبه تام، وشايفة إن حياتها ما تتأثرش وتمشي عادي، شايفة إن هي مش في احتياج دائم للآخرين. بينما الأبراج اللي هي بتبيع بسهولة، أبراج ممكن تبيع بسهولة ولكن عايزة البديل في احتياج دام للآخرين. يعني زي ما احنا بنقول كده، خرجت حد عايز على طول البديل اللي يجي مكانه، ودي أبراج بتبيع بسهولة ولكن ما عندهاش القدرة ان هي تستغنى عن الآخرين، دايما عايزة الآخرين في حياتها، دايما عايزة المشاركة في حياتها، إلخ بقى إلى آخره. أتمنى النقطة دي قبل ما نبتدي كده تكون وضحت. اهلا بكم. طبعا النهارده حلقه نزلناها في المنتدى اخذت اعلى تصويت، فكان لازم نعملها، والحلقه دي اعتقد محدش اتكلم عنها خالص، ولكن ما دام اخترتوها يبقى لازم نعملها. ولكن سريعا كده في البدايه، يعني لو انت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. ويلا بقى من اصدقائنا كده اللايك اللي تعودنا عليه منكم، عايزين نوصل الحلقه دي لاكبر قدر من الناس، وبينا بقى ناخد البرج اللي في المركز 12 ونتعرف عليه. يلا بينا. في المركز ال 12 حد توقعه هو برج الحوت الماء. شوفوا الحوت باختصار كده صفاته وتركيبته وشخصيته تؤهله ان هو ما عندوش القدرة بشكل كبير على فكرة ان هو يستغني عن الاخرين، رغم ان البرج ده في فترات اكتئابه ممكن يدخل في فترات اكتئاب طويلة جدا، ولكن برج الحوت سواء راجل سواء ست من طباعه ما يقدرش ان هو يستغنى عن الاخرين بشكل كبير. ما نطولش بقى وبسرعة كده ناخد البرج اللي معانا في المركز ال11. يعني نقدر نقول ان الحوت بيكون في احتياج نفسي ومعنوي بشكل كبير قوي للاخرين، بينما البرج اللي معانا في المركز ال11 توقعته ايضا هو برج الميزان الهوائي. شوف برج الميزان رغم ان هو راجل او ست عنده القدرة يعني ان هو في بعض الاحيان كده يستغنى عن الاخرين، ولكنه متردد، ممكن يستغنى ويرجع في كلامه تاني. كمان برج الميزان يعني بشكل عام ما ينفعش ان هو يقعد فترة طويلة، حط تحت كلمة طويلة دي خط، من غير ما حياته تتأثر او يتأثر لو الاخرين مش موجودين في حياته، او بشكل عام يعني في لحظة من الانعزال او فترة من الانعزال او وقت من الانعزال. برج الميزان مش من الابراج اللي ممكن يعني تقدر تعيش فترة طويلة في الوضع ده سواء راجل سواء ست. يعني هو برج كده عايز دايما يبقى بين الاخرين وسطهم، شايفهم بيتكلم معاهم بياخد رأيهم، هو الميزان طبيعته كده. تعالوا بقى ناخد البرج اللي في المركز العاشر معانا زي الميزان بشكل كبير قوي في النقطة دي ومن نفس فصيلته، وهو برج الجوزاء الهوائي. ولكن الجوزاء يعني عنده حتة كده احيانا كده ممكن يشوف نفسه ان هو ايه، يقدر ان هو يستغنى عن العالم كله، ولكن دي ما بتطولش، هو ممكن يشعر لفترة كده او للحظات كده ويرجع تاني. ايضا الجوزاء ممكن يتخنق لو حس ان هو بعيد عن الاخرين، لو حس ان هو منعزل الجوزاء ممكن يتخنق، بمعنى كلمة يتخنق. برج مرن حيوي يعشق الانطلاق والمشاركة، وده ايضا اللي بينطبق على برج القوس الناري اللي بيجي معانا في المركز التاسع. برج القوس متأثر شوية كده بطباع الميزان والجوزاء اللي جم قبله في النقطة دي. أيضا برج القوس ما يعرفش إن هو يبعد عن الآخرين، ما يعرفش إن هو يعمل لنفسه حياة خاصة كده ويبدأ إن هو يديرها من غير ما يحتاج، أو من غير إن هو ما يحتك بالآخرين. لا، برج القوس سواء راجل سواء ست يعني صعب عليه النقطة دي. بينما في المركز الثامن الأسد بيشوف نفسه ملك ويحتاج دائما يعني لمن حوله عشان ايه،
يشعر ان هو ملك، ده من وجهة نظره سواء راجل سواء ست، هو شايف نفسه ملك، فلازم الاخرين دول يكونوا موجودين عشان يشعروا ان هو الملك. يعني لو تعال نضرب مثال كده، لو فرضنا ان ملك من غير ما يبقى في حد حواليه، خلاص مش حدش هيحسسه ان هو ملك، محدش هيحسسه بالمكانة اللي هو فيها دي. فالاسد بالنسبة له لازم ان هو يكون في ناس كتير في حياته، لازم الاخرين دول يكون متواجدين في حياته، ولازم بتلاقيه متفاعل جدا على فكرة معاهم، رغم ان الاسد من الابراج اللي بيجي لها فترة بتقفل كده، ممكن مش عايزة لا تكلم حد ولا حد يكلمها، ولكن هو بشكل عام طبيعته وصفاته وتكويناته بتؤهله ان هو مش من الابراج القوية او في حتة الاستغناء عن الاخرين. هو برج دايما بيحب زي الابراج كده اللي جات قبل. بينما في المركز السابع معانا برج الحمل الناري، وهنا بقى احنا هنبدأ يعني ناخد بقى نحس شوية بنوع من انواع الاستغناء. صحيح مش قوي قوي، بس احنا عارفين كل ما بنطلع لفوق بناخد برج اقوى في النقطة دي، فاهم؟ الحمل كده بقى نبدأ ان احنا نحس بنوع من انواع الاستغناء القوي كده. الحمل ده راجل او ست دايما عنده احساس ان هو يقدر يعيش من غير الاخرين، ان هو يقدر يستغنى عن الاخرين، ولكن الحمل ايضا بطبيعته النارية وصفاته وشخصيته بتؤهله ان هو يعني ما عندوش القدرة بشكل كبير قوي في النقطة دي. يعني مثلا ما هو زي الابراج الاربعة الاوائل اللي معانا وهنتعرف عليهم في الترتيب دلوقتي، لا يعني يجي في المركز السابع، يعني نقدر نقول هو في منطقة وسطى في موضوع حلقتنا بتاعت النهاردة. بينما في المركز السادس معانا العذراء. العذراء يعني بيشوف نفسه ايضا او بيحاول كتير ان هو يستغنى او يستغنى عن الاخرين. العذراء راجل او ست دايما يعني بتلاقيهم في محاولات مستمرة ومتكررة ان هم يستغنوا عن الاخرين، ولكن غالبا ما بيفلحوش بشكل كبير في النقطة دي، لان ايضا طبيعة يعني شخصية برج العذراء وصفاته وتكويناته بتخليه دايما ان هو يتراجع، ولكن الاسباب مختلفة عن برج الحمل النار. يعني ممكن العذراء بيحس ان هو لو بقى لوحده او لو انعزل شوية او لو بعد عن الاخرين بيحس ان هو هيخسر حاجات كتيرة قوي. برج العذراء دايما ده بيكون سبب او السبب اللي بيخليه يتراجع، ومع ذلك هو بيجي معانا في المركز السادس، يعني نقدر نقول بيجي معانا في منطقة وسطى في موضوع حلقتنا، لأن برضو العذراء ممكن إيه عامل الوقت شوية هو اللي يجيبه في السادس. العذراء ممكن إيه يقعد فترة كده بعيد عن الآخرين، يقعد فترة كده مستغني عن بعض الإيه الأشخاص، ولكنه ما بيقدرش إن هو يتحكم مثلا في الموضوع ده بشكل كبير، وده هنعرفه قوي لما ندخل على أبراج القمة اللي هم الأربعة الأوائل، ونبدأ بقى نقارن برج العذراء الحمل الأسد بيهم في الموضوع ده. بينا بقى نتعرف على البرج اللي في المركز الخامس. يلا. عادة عندي بحبها وما أقدرش إن أنا أغيرها، بحب متابعيني يشاركوني وبيعجبني دايما ذكائهم. رتبوا معايا كده من الخامس للأول وتوقعوا، وبيعجبني ذكائكم وتوقعاتكم، وبنبهر بصراحة لما بقرأ التعليقات بتاعتكم وبشوف التوقعات بتاعتكم ما شاء الله عليها. يعني توقعوا معايا كده ترتيبا من الخامس للأول، ولا سيما التاني والأول هيكون مين. وخلينا كده نذكر اللي نسي ان هو يدعمنا بلايك، يدعم الفيديو بلايك، عايزين نوصله لأكبر قدر من الناس. بينما في البرج الخامس معانا العقرب المائي. العقرب بقى حكايته حكاية شوية، وده اللي احنا عايزين نتعرف عليه. يلا بينا. العقرب سواء راجل سواء ست عنده تناقض فظيع في النقطة دي. العقرب احيانا يحس ان العالم كله يقدر ان هو يستغنى عنه وما يتأثرش ربع في المية او 1%. يعني العقرب بالذات عنده الاحساس ده، واحيانا بيشعر ان هو محتاج للاخرين بشكل كبير أوي، ممكن تصل لدرجة الندم والبكاء. يعني العقرب عنده النقيضين بينهم وبين بعض، النقيضين بينهم تناقض شديد. جاي منين؟ صفاته طباعه شخصيته في النقطة دي بتؤهله ان هو يكون كده، ولكن مع هذا كله هو جاي يعني يعتبر اخر برج معانا في المنطقة الوسطى والمركز الخامس في حلقة زي دي، مركز مش هوين. يعني هو ايضا من الابراج اللي عندها قدرة كبيرة اوي بشكل او باخر عن الاستغناء عن الاخرين.
يعني العقرب بالذات سواء راجل سواء ست عنده نوع من أنواع التحدي للذات، عارفين انتوا التحدي للذات بالذات في النقطة دي، دايما كده عايز يقنع نفسه أنا مش في احتياج لحد، أنا مثلا أقدر أستغنى عن كل حاجة، أنا أقدر أستغنى عن كل الناس. العقرب بالذات عنده النقطة دي موجودة فيه وفي شخصيته، ولذلك أو دي بقى نابعة إن هو واحد من أشد الأبراج عندنا، أو عشان كده إحنا بنقول عليه إن هو واحد من أشد الأبراج عندنا. يلا بينا بقى ندخل على البرج اللي في المركز الرابع، ومن أول الرابع وطالع كده إحنا داخلين بقى على الأبراج اللي هي الطب في موضوع حلقتنا. تعالوا يلا نتعرف عليهم ترتيبا كده ونتعرف على الأسباب، يلا بينا. الأبراج دي هي القمة في موضوع حلقتنا، الأبراج دي أشد من كل الأبراج اللي احنا أخدناها في النقطة دي، عارفين الأبراج دي اللقب اللي يستحق إن هو أو يستحقه إن هو يطلق عليهم إيه؟ صاحب نفسك ترتاح. الأبراج دي كلها وبنسب متفاوتة عندها المبدأ ده موجود في شخصيتها، صاحب نفسك ترتاح. بداية من برج السرطان في المركز الرابع، رغم ان هو يعني برج حساس جدا وعنده مشاعر فياضة جدا، ولكن خلي بالك ده ايضا بيخلي عليه لود وبيخلي عليه ضغط وبيخليه بيتعامل بحساسية كبيرة قوي مع الاخرين. وباختصار كده عشان نقول اللي احنا عايزين نقوله وما نطولش عليكم، الابراج واحد من اشد السرطان، واحد من اشد الابراج اللي بتشوف ان محدش فاهمها، وان بتشوف ان محدش عارف تفكيرها، وان بتشوف في احيان كتيرة او ان محدش حاسس بيها، فلذلك بيجي مقرر ان هو يستغني عن الاخرين بشكل شبه تام او بشكل شبه كامل، ويبدأ يكون مملكته الخاصة أو حياته الخاصة اللي شايف إن مفيش حد غيره فاهمها. إذا فكرة استغناء برج السرطان عن الآخرين بتيجي من المنطلق ده. طيب توقعتوا مين معانا في المركز الثالث؟ هو برج الدلو الهوائي. شوفوا الدلو الهوائي رغم ان هو برج متحرر وان هو برج هوائي ممكن يحصل استغراب شوية، الجوزاء والميزان جم سابقينه يعني بشكل كبير قوي، ولكن طبيعة وصفات وشخصية برج الدلو سواء راجل سواء ست، هو برج تفكيره مختلف شوية، عقليته مختلفة شويتين ثلاثة مية، ولذلك البرج ده بيشوف ان تفكيره يختلف بشكل كبير عن معظم الناس او عن معظم المحيطين بيه. وايضا معروف ان هو برج في منتهى الذكاء، ومن منطلق الذكاء اللي بيتمتع بيه برج الدلو ده هو بيشوف نفسه ان مفيش حاجة ممكن تقف قدامه، هو مش في احتياج دايما للآخرين ان هو ياخد مشوراتهم وان هو ياخد رأيهم وان هو يكون مجبر ان هو يمشي وراء اتجاهاتهم وآرائهم، هو بيشوف ان ذكاؤه يمكنه جدا ان هو يتعامل في الحياة دي بشكل كبير قوي، وهو مستغني بشكل شبه تام عن الآخرين، هو شايف نفسه ان هو مش في احتياج دايم للآخرين في كل حاجة، مش لازم ستيب باي ستيب، مش لازم خطوة بخطوة يكون الآخرين دول موجودين معايا موجودين في حياتي. برج الدلو ده تفكيره غالبا غالبيتهم راجل او ست بيكون ده هو التفكير اللي في دماغه. في المركز الثاني حد توقعه؟ احنا قلنا كل ما بنطلع لفوق بناخد ابراج، يعني مش هنتكلم بقى ابراج في منتهى القوة في موضوع حلقتنا، فمعانا برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست في المركز الثاني، عنيد قوي وشديد قوي ومتحفظ قوي وقوي قوي. ومن هنا وتستشف ايه من بعد ما تسمع الكلام ده؟ تستشف ان هو برج عنده خصوصية في منتهى في المركز الثاني. حد توقعه؟ معانا برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست، عنيد قوي 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 متحفظ قوي. انت هتستشف في ايه من الكلام ده؟ انه عنده خصوصية في حياته كبيرة قوي، يعني حياته دي عبارة كده عن قلعة او قصر، والمفتاح دايما يكون معاه وهو بس اللي يفتح لأي حد يبص من بره كده، ونادرا ان هو يدخل حد جوه القصر بتاعه ده. برج الثور واحد من أشد الأبراج تحفظا وخصوصية، الثور بالذات وعندا أيضا. احنا بقى عايزين يعني نقول لك المختصر المفيد عن برج الثور في الحلقة دي،
برج الثور من أشد الأبراج اللي ما بتقتنعش بسهولة، يكاد يكون ما بيقتنعش أصلا بأي حاجة. صعب جدا إن أنت تقنع البرج ده، وصعب جدا إن أنت تنال إعجابهم. على فكرة أبراج الثور دي دقيقة جدا في المسائل اللي زي دي، فمن هنا أكيد إن معظم الآخرين أو معظم الناس أو معظم المحيطين ببرج الثور هم غير مقنعين بالنسبة له. فإذا هو بيشوف إن أنسب حل يقدر إن هو يتخذه إن هو يستغني عن هؤلاء الناس، يستغني عن هؤلاء الناس. وتلاقي دايما برج الثور يعني واحد مقرب ليه أو اتنين بالكتير، وهو مش في حاجة للباقي، وهو مش في حاجة للباقيين، وهو برج قادر جدا إن هو ياخد قرارات صارمة ومؤثرة وقوية في منتهى القوة. طبعا كل ده، كل الصفات اللي احنا قلناها وشرحناها دي بتؤهله جدا ان يجي في المركز الثاني في موضوع حلقتنا بتاعت النهاردة. تعالوا بقى نتعرف على متصدر الترتيب اللي اقوى من الابراج دي كلها في النقطة دي، وايه الاسباب اللي هتخليه يجي على رأس الابراج دي، وهو طبعا برج الجدي الترابي العنيد والقوي، واللي يعني في صفات كتيرة قوي ممكن نقولها في حلقات تانية. يلا بينا. عنيد وقوي وما بيتنازلش بسهولة، بل يكاد نقول عليه ما بيتنازلش أصلا، وبيركز في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، ودقيق جدا في المواضيع دي وما بينساش أبدا، وصعب جدا إن هو يعدي، وصعب جدا إن هو يدي فرصة تانية. بقول صعب جدا على فكرة، وحاجات كتيرة قوي في برج الجدي الترابي هتخليه يتصدر معانا القائمة، ودايما شايف في نفسه وشايف جواه إن هو يقدر يعيش من غير أي حد، وإن هو يقدر يستغنى عن كل الناس دفعة واحدة، وعنده عند داخلي بيقول له حتى ما تفكرش في الندم على الحركة دي لو انت عملتها. يعني دايما لو عمل كده وجيت تسأله تقدر تعمل كده لو رجع بيك الزمن، يقول لك اقدر. برج الجدي بالذات في النقطة دي صعب جدا جدا ومعقد لأشد درجات التعقل، وشايف نفسه قيادي، وشايف نفسه ان هو يقدر بنفسه يعمل المستحيل ويعمل المعجزات، وان مفيش حد يقدر يقف قدامه. شوفوا حاجات كتيرة قوي عايز لها حلقتين تلاتة لوحدهم، بس احنا خلاص ركزنا على الحاجات اللي تفهمنا ليه البرج ده في النقطة دي بيجي في المركز الاول، بيتصدر الترتيب، هو متصدر الترتيب في الحلقة دي. مش عايزين نطول عليكم، اكتبوا لنا ارائكم ومشاركاتكم، ودايما طبعا عرفوني بنفسكم. انا تقريبا بقرا كل التعليقات وبتقبلها ايا كانت، وبتعرف على كتير منكم من خلالها. وخلينا ايضا نذكر بقى اللي نسي ان هو يدعم الفيديو ده بلايك، مش هيخسروا حاجة يدعموا بلايك. عايزين نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس، ويلا بينا بقى على المنتدى عشان نصوت على الحلقة القادمة. أتوحشوني.